اللي احنا عايزينه. يعني هو يعني بصرف النظر عن ملاحظاتنا، القانون فيها في ايجابيات كثيره. ايه هي الايجابيات؟ وانا اعتقد ان كان في جلسات حواريه مطوله مع كل ممثلي المجتمع، كان في حوار مجتمعي واسع ومع اتحاد العمال. صحيح. احنا يعني احنا شايفين ان المراه اخذت حقوقها بشكل يعني تستحقه، بشكل تستحقه. وتستحقه كمان الاسره المصريه. صحيح، مش تفضل، يعني مش تفضل، يعني الاسره المصريه تستحق ان احنا ننشئ اجيال ترعى من الام والاب بشكل ايجابي. دي حاجه. الحاجه الثانيه من برضو الفئات اللي خدت حقها العماله غير المنتظمه. العماله غير المنتظمه داخل هذا القانون كان ليها اتعمل لها صندوق، وصندوق مهم جدا. هذا الصندوق هيبقى مكتم برعايه. هيتمول من ايه؟ من واحد، بص، من 1-3% من مستخلصات اللي هي بتاعه الشغلانات اللي بياخدها اصحاب الاعمال، بياخد من 1-3% من اجور هذه العمال، من 1-4% من اجور هذه الايه العمال يسدد لصالح هذا الصندوق. الصندوق ده هيبقى مسؤول عن ايه؟ لكن صاحب العمل ما بيساهمش، العمال هم اللي يعني بيساهم. هو ما هو هيبقى برضه يعتبر برضه، ما طالما هو اللي بيدفع في الاخر هيبقى هو بيساهم بصرف النظر يعني. لكن هذا الصندوق مهم في ايه؟ هيبقى مهتم برعايه الرعايه الاجتماعيه والصحيه وتدريب العامل وتثقيفه وكل ما يهم العماله غير المنتظمه. دي انا بعتبرها نقله جديده لصالح العماله غير المنتظمه. احنا عملنا نقلتين لصالح العماله، نوعيه العماله دي في قانون التامينات وفي قانون التامين الصحي. وادي قانون العمل. ويبقى ده بيكمل قانون العمل. في قانون التامين الاجتماعي الحكومه قالت أو القانون بيقول إن العمالة غير المنتظمة دي اللي مالوش صاحب عمل اللي بيروح يشتغل في حتة، لا، أنا الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل والعامل يتحمل اشتراكه. طب في التأمين الصحي قالت إيه؟ كل من يحمل الجنسية المصرية هيبقى تحت مظلة القانون، وأن الدولة سوف تتحمل قيمة ده اشتراكات. ده بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وحقوقها. سيادة النائب، بالنسبة للأطفال إيه العقوبات في حالة المخالفة؟ احنا بنتكلم كتير قوي في موضوع الاطفال، وطول الوقت بتحصل مخالفات، وطول الوقت بنشوف تشغيل الاطفال بعينينا في كل حته. تشغيل الاطفال احنا دلوقتي حطينا قواعد واضحه في القانون ده، وحطينا 15 سنه باستثناءات 14 سنه. ايه العقوبات؟ الضمانات ان القانون ده يتنفذ؟ الماده 58 يحظر في حظر، ماشي، تشغيل الاطفال خلاص، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة بمنح بطاقة تثبت أنه يتدرب، مش يعمل. تمام. 18 سنة يبقى عامل. تمام. قبل كده يبقى متدرب. تمام. عايزين نرجع في لأصحاب العمل زمان، فاكر حضرتك؟ المهم نضمن ده. أيوه نضمن إن ده يتنفذ.